كوباية لبن وكوباية وكوبايتين سوري كوبايتين لبن وكوبايتين تلج وكوبايتين تلج ونص كوباية سكر ومعلقة كاكاو كبيرة أو معلقتين حسب اللون اللي أنتوا عايزينه. أفتحها لك. حاضر حاضر. ما إحنا الحاجات دي بقى عشرة عمري فاهم، واخدة عليا. بس أهم حاجة إن يكون الخلاط بيكسر التلج. بيكسر والله بيكسر، ده أحدث خلاط في العالم مش في السوق بس يعني. أول حاجة الحمد لله يعني التلج. عندنا معدات زي ما بيقولوا أحدث تقنيات الحمد لله. حط التلج. أيوة يعني مشروب مشروب خفيف كده. خفيف لايت. طب انا عايز اقول حاجه، هو انا ممكن احوله يبقى سخن بعد كده في الشتاء؟ ممكن. ممكن نحط الحاجات دي على بعض على النار؟ هنحط تلج بنحط ونحطها على النار. النار. طيب يعني اهو يعني اجتهادات يعني، ده المشروب ده ممكن يبقى سائع وممكن ويبقى سخن. يبقى سخن بس طبعا احنا لسه دلوقتي نستغنى عن التلج. الجو مختلف شويه صح، الجو دلوقتي فيه نسبة مرة سائع، كان أول امبارح تلج النهاردة حر، ما تعرفوش بقى ربنا يكرم كده إن شاء الله والدنيا تبقى زي الفل. إن شاء الله. قلت لكم واخدين عليا الحاجات؟ أنا نجيب كاسات. طيب، عايز أقول لكم بس المشروب اللي عملته مدام دعاء حاجة بسيطة جدا، كوبايتين من اللبن وكوباية أو كوبايتين من السكر. سوري، كوبايتين من اللبن وكوبايتين تلج. تلج. ومعلقتين كاكاو ونص كوباية سكر. جميل. شفت بقى؟ ايوه راجعني كده الله يسلمك. سالتها ممكن نحوله، ممكن نحوله لسخن نخليه نستغنى عن التلج ويبقى سخن ونحط ده مشروب في الشتاء. خلاص كده؟ خلاص. طيب نرفع كده، بسم الله الرحمن الرحيم، نشيل الغطاء. اتفضلي. هو شكله حلو يعني ان شاء الله الطعم يحلى. عارفين بقى لو يعني في الـ في الـ في الـ في, الـ في الاماكن العامه بيعملوا مشروبات زي دي كده، بيحطوا عليها شويه كريمه مخفوقه شويه كراميل وصوص شوكولاته على الكريمه على الوش على كده حاجات، وبتبقى قد كده في الفلوس صح. احنا بحاجه بسيطه جدا عملنا كميه كبيره جدا من المشروب، يعني ثلاث كاسات اهوت، اعتقد ان الواحد ب 22 جنيه بقى في الكافيتيريا صح. طيب احنا كده خلصنا المشروب سريعا وهنعمل بعد كده على السلطه بدريسنج المايونيز كروسلو. طيب هي عايزين نقول احنا سميها، انت مسميها سلطه طبقات